ومن أشراط الساعة انتفاخ الأهلة. فقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام بأن الهلال إذا طلع في أول ليلة رآه الناس فقالوا هو ابن ليلتين، فينتفخ عندهم الهلال ويظنون أنه ابن ليلتين وهو ابن ليلة واحدة، فيتنازع الناس ويقولون هو ابن ليلتين، غلط الناس، قال الناس، وهو انتفاخ للأهلة. هذا الانتفاخ قد يكون والله أعلم كلما اقتربت الساعة حصل قرب جزئي دقيق للقمر من الأرض فيرونه عند أول ليلة على أنه ابن ليلتين وهو ابن ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الطبراني من حديث أنس وابن مسعود وأبي هريرة، وفي الحديث قال من اقتراب الساعة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، وأن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين. وفي لفظ آخر من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، وأن يرى الهلال قبلا أي معاينة في أول ليلة، وأن يرى الهلال قبلا أي معاينة فيقال لليلتين وهو ابن ليلة، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة. وإنما الشاهد ها هنا أن انتفاخ الأهلة دال على قرب قيام الساعة، والناس الآن إذا رأوا الهلال قالوا ابن ليلتين، غلط الناس أو كذا، هذا يدل على قرب قيام الساعة، من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة.